صباح الخير مستمعينا الكرام، في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح أسعد فيه باستضافة السيد نذير مراح رئيس القسم التجاري السابق للاتحاد الأفريقي. صباح الخير سيد الكريم وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. سيد الكريم، تمت المصادقة على اتفاقية مؤسسة للمنطقة الأفريقية للتبادل التجاري الحر، الجزائر قررت الانضمام إلى هذه المنظمة خلال مجلس الوزراء الأخير المنصرم. تم الإعلان عن عديد الأهداف التي يجب أن تحققها الجزائر من خلال الانضمام إلى منطقة التبادل التجاري الحر، ما هي برأيك؟ شكرا. أولا أشكركم على الاستضافة وشكرا للمستمعين للسماع لهذا الحصة والكلمات المتواضعة اللي راح نلقيها. كما تعرفوا منطقة التبادل الحر الإفريقية أنشئت بقرار من القمة الإفريقية في 2012، وفي قمة جوهانسبرغ في 2015 في شهر جوان قرروا الرؤساء الدول والحكومات نبدأوا في الدول تبدأ في المفاوضات. وفي 2018 في مارس في كيغالي في رواندا كان الإمضاء على الاتفاقية والمرافق نتاعها. الاتفاقية تضم شطرين مهمين جدا اللي هم الشطر الأول تاع تجارة السلع والبضائع، والثاني الشطر للخدمات، وكان فيه ملحقات كثيرة بالنسبة مثلا المنازعات، بالنسبة لأمور أخرى تقنية منها مثلا قواعد المنشأ إلى آخره. وتركوا المرحلة الثانية للمنافسة والاستثمار والحقوق الملكية للدروات دو بروبريتي انتيليكتوال. هادو لاحقا في المرحلة الثانية يبدأ المفاوضات فيها. فهذا الإطار العام نتاع الاتفاقية. لازم نقول اولا باش نكونوا كلنا في الصوره انه هذه الاتفاقيه ما جات من عدم، هذه تابعه لاطار مؤسساتي منهم لاجندا 2063 للاتحاد الافريقي ولاجندا 2030 للامم المتحده، وكان فيه ايضا استراتيجيه عامه للتجاره ما بين الدول الافريقيه، يعني ترويج ودعم التجارة بين الدول الإفريقية. هذا هو الإطار العام للاتفاقية. هناك مجموعة من التحديات التي ربما قد تعترض هذا الاتفاق، منها ما هو قانوني، منها ما هو أمني، منها ما هو اقتصادي يتعلق بالبنية التحتية. كيف يمكن أن تؤثر هذه الإكراهات على تفعيل هذا المشروع، على خاصة أن هناك تفاوت في بين الدول الإفريقية؟ أنا أولا نبدأ بمشكلة العدد. تعرفي أنه الاتحاد الإفريقي فيه 55 عضو، يعني 55 دولة، وفيه 8 مجموعات إقليمية المعترف بها من طرف الاتحاد الإفريقي، وستة غير معترف بها كمجموعات اقتصادية. فتصوري العدد الهائل هذا، عندما تبحثي على التنسيق كيفاش راح يعني تديري انه كل هاد الناس وكل هاد العدد يتفاهموا على قرار واحد او على وضعية خطة او وضعية واحدة. هذا راح يخلق اولا، هذا اول مشكل. مشكل ثاني طبعا نقدر نقول في بعض الدول الحكومات ربما شفتي فيه انقلابات من حين إلى آخر وكذا، معناتها في ميدان الأمن والسلم عندنا مشكل ثاني. المشكل الثالث أنه احنا في إفريقيا عندنا نقول أنماط أو نقول اتجاهات مغايرة
مثلا فينا الانجلوفون وفينا الفرنكوفون وفينا اللوزوفون الى اخره، هذا كله ينتج لانظمه ماهيش في نفس الاسلوب او النسق بيناتها. وهذا نشوفوه في مثلا ميدان خاص، مثلا ميدان المعايير والمواصفات، انه فيه مدارس مثلا المدرسه الانجلو ساكسو والمدرسه الفرنكوفونيه والفرنسيه ما همش على نفس الاتجاه ونفس التوجيه بما يخص هذا الملف نتاع المواصفات والمعايير مثلا. فكل هذا يجعل انه فيه مشاكل كثيره طبعا تعارض التنفيذ بسهوله او بطريقه سريعه للاتفاقيه. بالنسبه لنا نحن في الجزائر، هناك خطه عمل جديده تبنتها الدوله من اجل تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وهناك حزم من الاجراءات والقرارات لتشجيع الاستثمارات في الداخل ومرافقة رجال الأعمال على الولوج إلى الأسواق العالمية. نحن نطمح إلى الحصول على أكبر حصة من السوق الإفريقية، بأية آليات يمكن تحقيق ذلك؟ والله أنا في وجهة نظري أنه حقيقة الدفعة هذه إن شاء الله تكون مباركة، لأنه الآن رانا نشوفوا رانا نخدموا ونتقدموا يعني بنظرة يعني نقولوا أصح من ما كان فيه في الماضي. رغم اني انا كنت في الاتحاد الافريقي ولكن كنت متبع عن قرب ما يجري في بلادي طبعا، وكنت دائما في اتصال مباشر يعني دائم مع زملاء السابقين ومع يعني كل الوفود الجزائريه اللي كانت تجي لاديس ابابا، نتكلموا مع بعض في كل الميادين الاقتصاديه وحتى في بعض الأحيان في الميدان السياسي، لكن طبعا هذا فقط هكذا دردشة بين زملاء وإخوان. وأنا واش لاحظت أنه اليوم إن شاء الله فيه أمل، أنه فقنا وفتحنا عينينا بأنه لازم نتنظموا داخليا، لأنه أنا نظن أنه شرط أساسي قبل ما نمشي للخارج لازم نتنظم داخليا. ماذا يعني كلمة تنظيم؟ ماذا يعني؟ مثلا الميدان المصرفي والبنكي لازم له إعادة النظر، لأنه وحتى في تأمين مثلا نعطيك مثال، نحبوا نديروا نحبوا نبيعوا للخارج يعني نصدروا لبلد إفريقي، الأولى لازم ندير دراسة السوق ماركتينغ، ثانية لازم نديروا ندرسوا الخطر يعني الكالكول دو ريسك، فيه على المستوى الدولي كما تعرفي فيه وكالات متخصصه في هذا الشيء، لازم نديروا دراسات كل مره نتاع اي سوق. اي مثال، نمشي لسوق ما نعرفوش مثلا سوق اثيوبيا، مثلا سوق اثيوبيا نشوف واش يستوردوا، شكون يستورد، شحال يستورد، من اي بلد، من اي متعامل، الى اخره، عروض تنافسيه. ايوه من اجل لا من اجل لانه اليوم نتكلموا على غزو السوق، كيفاش ندخلوا السوق اللي ما نعرفوش، سوق جديد فيه انت عارفه انه مثلا في ميدان التجاره فيه تقاليد فيه عادات، إنسان عنده 30 سنة هو يستورد من نفس الدولة ونفس البلد ونفس الشركة، ومن بعد انت تجي تطرحي عليه نفس المنتوج، تقولي له أنا نبيع لك ما تشريش من عند هذاك شري من عندي مثلا، يقول لك على أي أساس؟ أعطيني برهن يعني أعطيني قنعني إذا كان أرخص، إذا كانت الجودة أحسن إلى آخره. فاحنا لازم نركز على الجودة وعلى قيمة يعني ثمن الإنتاج. ولكن ضمن الاتفاقية هو إعطاء أولوية للتبادلات البينية بين الدول الإفريقية، ولكن سواء في مستوى الخدمات أو السلع. أنا معك، ولكن الاتفاقية
تقصد بالدرجة الأولى المنتجات الإفريقية يعني ذات المنشأ، وفي هذا الميدان ذات المنشأ تعرفي أنه في التجارة بالممارسات الناس ربما تلعب في نسبة الاندماج. هذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما أعطى توجيهات الوزراء المختصين بضرورة التحقق من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع في منطقة التبادل الحر. كيف يمكن ذلك؟ نحن لا نمتلك، ربما هل يحتاج إلى مخابر متخصصة أم إلى الحصول على معلومات أم تفعيل دور الدبلوماسية هناك؟ لازم لنا نكونوا بنك نتاع معلومات حسب البلد وحسب الشركة. لازم نعرف شكون ينتج واش وكيفاش ينتجوا ومنين يجيب الانبوتس نتاعو الى اخره، باش نعرفوا نقدروا حنايا نديروا التقدير والتقييم لنسبة الاندماج. لانه هم اي وشفناها في الماضي وما نذكرش البلدان اللي باعت لنا سلع للجزائر وقالت انه هذا منتوج الدولة الفلانية وصبنا باللي وجدنا باللي كان خطأ، كان يعني كذبوا علينا وداروا لنا حتى مذكرة وكيفاش يسموها السيرتيفيكا دوريجين نتاع المنشأ وقالوا باللي هذا المنتوج صنع في البلد الفلاني، هو كان ما كانش منه، كان جاي من بلد اخر ويكتبوا له ميد ان كذا ويبعثوه ويديروا له مذكرة منشأ من وزارة الصناعة او من الغرفة التجارية والصناعية ويدعموه بهذيك الوثيقة الرسمية، وهي يعني مش صح، خاطئة. فاحنا لازم كيف نتحقق من البيانات الأصلية؟ احنا رغم البيان اللي يجي من عند البلد هذاك المعين، احنا يكون عندنا بنك معلومات اي بلد نستورده او من عنده، خاصة نتكلموا على الاستيراد، نستورده من عنده لازم نتحقق انه عنده حقيقة المعمل اللي يصنع هذاك اسمه المنتوج، كيفاش يصنعوا، منين يجيب المواد الأولية إلى آخره، ومن بعد احنا تكون عندنا فكرة عمليا يمكن التحقيق. طبعا 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 ممكن لو عندنا هيئة تدير هذا الشغل هذا، مثلا كما لينابي ولا ربما، لأنه لينابي هم متخصصين في المواصفات وفي المعايير إلى آخره، ممكن لو ندعموهم، وهذا مهم جدا باش نتفاداو هذه المشاكل. مهم جدا أن يكون عندنا عين ونظرة على الاقتصادات الإفريقية، لأنه اليوم كثير من البلدان الإفريقية نعرفوا يعني عدد المنتجات اللي تنتجها مش كثيرة، وربما تنتجها مع ربما شريك أجنبي وربما نسبة الاندماج ما تفوتش 10%، فهذا ما يدخلش في إطار الاتفاقية. لأنه نتكلم على مثلا لأنه لازم ما ننساوش أنه منطقة التبادل الحر معناتها منتوجات ذات المنشأ اللي تكون معفاة من الضرائب ومن الجمارك، من الرسوم الجمركية على مستوى 90% من المنتجات الإفريقية معفاة، و10% الباقية نص منها المواد الحساسة ونص منها ليس ديكسكلوزيون، يعني اللي خارجة عن الدولة تقول هادو ما نعتبرهمش انهم يدخلوا في الاتفاقيه اللي ما عندهاش صالح، ما عندهاش فائده. هناك الان فرص اقتصاديه على مختلف الواجهات امام رجال الاعمال الجزائريين، المنافسه اكيد ستكون شديده بين الدول الافريقيه خاصه تلك الوازنه، ونحن نعاني من ربما ضعف في عديد من المسائل على مستوى اللوجستيك، النقل الجوي، النقل البحري، في قطاع الخدمات، قطاع البنوك، لا يوجد بنك جزائري في افريقيا. كيف يمكن تذليل كل هذا بحيث انه نحقق الرهان في رفع صادراتنا خارج قطاع المحروقات بتوجيه السلع الى السوق الافريقيه؟ شوفي، بالنسبه للبنوك وبالنسبه للجانب المالي، طبعا ما عندناش فروع نتاع البنوك الجزائريه في افريقيا، صح،
ولكن فيه اتفاقيات مع بنوك إفريقية، وكان بنوك الآن معروفة وماهيش حتى الدولية، راهي بنوك مش محلية، حبيت نقول أنا جهوية، هي بنوك جهوية معناتها تضم ممكن 10-15 دولة في نفس الوقت. أنا نظن أنه باش نتفاداو يعني نشتغلوا مع بنوك صغيرة اللي ما عندهاش يعني ضمان، لازم نشتغل مع البنوك هذه الناشئة، مش ناشئة، البنوك اللي ما هي عندها خبرة في الميدان وعندها يعني ريبيوتاسيون يعني مليحة في سمعة مليحة، هادو سموهم يعني على المستوى الدولي سموهم لي بانك دو بريمير اوردر، ولكن على المستوى الافريقي فيه بعض البنوك، مثلا نقدر نسميه ايكو بانك، مثلا ايكو بانك عندها شحال من عضو، شحال من دوله عضو، وماشيه على منطقه كبيره من شرق افريقيا. ممكن مثلا بعض البنوك كما هذه ممكن نشتغل معها، وكاين اتفاقيات، وفي نفس الوقت لازم نطور تأمين الصادرات لا غارونتي دي زيكسبورتاسيون، هذا مهم جدا باش نتفادى يعني المشاكل، لانه عندما انت تصدري للدوله وعمرك ما صدرتي ليها رغم انك ديري دراسه الخطر وكذا لو كالكول دو ريسك الى اخره، ربما تحي في اي نوع من الخطر الاقتصادي ما يخلصوكش، ما يعطيوكش دراهم. نديرو مثلا نديرو ان كريدي دوكيمونتير ولا اون لتر دو كريدي حتى تكون يعني كما يقولوا كونفيرمي ايريفوكابل الى اخره بعد 90 يوم الى اخره، ورغم ذلك ربما بعض الدول بعض المتعاملين الغير يعني اللي ماشي نضاف ربما ما يدفعولكش. كي تكون عندك اون غارونتي مضمون ضمان في الصادرات، المتعامل الجزائري ياخذ حقه رغم المشكل، ياخذ حقه يعني ما يخسرش، خاطر احنا يا نصدروا ماشي باش نخسروا، باش نربحوا وباش نفرضوا نفسنا في السوق الافريقيه. وانا نزيد ناكد انه المنتوج الجزائري قادر على انه يفرض نفسه في السوق الافريقيه لحد الان بعض المنتوجات، لانه انا نزيد ناكد على ميدان نتاع المواصفات والمعايير، ميدان مهم جدا جدا جدا. علاش راني ناكد جدا جدا؟ لانه لو ما نلحقوش مستوى الجوده كما مسطر من طرف الهيئات الدوليه مثلا ايزو او واحد اخرين او لو ام اس او الاي اف او او الى اخره، لو ام بي اي الى اخره، كاينين كثيرين اللي يخدموا في ميدان المعايير والمواصفات، لو ما نلحقوش المستوى هذاك تاع المعترف بجودة المنتوج الجزائري، واليوم الحمد لله أنا شفت في بعض الأحيان منتوجات تطورت من الناحية هذه، مثلا زيت الزيتون الجزائرية الآن راهي تاخذ في حتى يعني عديد المنتجات الفلاحية جوائز، عندنا منتجات إلكترونية، عندنا منتجات ميكانيكية، يعني فيه ما نقولوش انا ما عنديش هذيك النظره المتشائمه نقولوا في الجزائر ما كان والو، لا، ربما المنتوج الجزائري هناك عقليه اخرى، انت كنت في دواليب الاتحاد الافريقي، هناك منطق اخر في افريقيا يفرض نفسه بعيدا عن المنافسه. شوفي احنا ليومنا هذا اولا فتنا من شحال من ازمه وازمات سياسيه وازمات اقتصاديه واجتماعيه وكل ازمات كل انواع. الان الحمد لله نظن انه فيه نوعا ما يعني فيه ريديماراج، وان شاء الله الى تفهم يعني الى تنظمنا داخليا نزيد نعاود ناكد. لا هناك منطق اللوبيينغ الذي يفرض نفسه على مستوى، لا اللوبيينغ لازم، اللوبيينغ شوفي لازم البارح واليوم وغدوه، لانه كل الدول اللي عندها عندها قوة اقتصادية، وخلينا قوة سياسية باينة، والقوة الاقتصادية راهي فارضة نفسها على الباقي، وحنا لازم نوجد المكانة نتاعنا في العالم، وخاصة في عالمنا.
عالمنا العربي الافريقي. حنا الامتداد نتاعنا واضح، عندنا العالم العربي والعالم الافريقي، لازم نفرض نفسنا. واليوم للاسف الشديد انسحبنا من العالم الافريقي كثير كثير كثير، لازم اعاده النظر في خاطر رانا الان فيه استفاقه. رانا نقول له السوق الافريقيه راهو عند بابنا ولازم نغزوه وكذا، ولكن كيفاش نغزوه؟ اليات بعض الدول الافريقيه مش كلها لكن بعضها انا زرتها شخصيا، راهم هاربين في هذا الميدان، هاربين كثير. نعطيك مثال، كينيا اللي احنا ما نعرفوهاش كثير في الجزائر، كينيا من اول البلدان في العالم اللي تستعمل الموبايل بايمنت، يعني يخلصوا بالتليفون. قهوه، يشرب قهوه او ياخذ غداء في المطعم يخلص بالتليفون. الان الكاش عند الكينيين ماشي موجود في جيبهم، ما يمشيش بالكاش، ما يحتاجوش. انا كنت نمشي بمهام نخرج لاكارت دو كريدي نتاعي، نعتبر نفسي كاني متخلف. ولكن فما بالك الكاش، والشاك الى اخره. هذا فتناه، لانه شوفي كاينه نقطه مهمه، احنا رانا ربما لازم نلحق القطار. انا اريد ان تحدثني عنه بما تنصح او المتعاملين الاقتصاديين، شوفي ما هي المفاتيح لغزو افريقيا؟ ثورة الرقمنة راهي مشات عندها 30 سنة، وحنا للأسف القطار مشى وحنا ما ركبناش، كنا في المحطة وما جاز القطار، ما عرفناش كيفاش نركبه. الآن رانا فقنا، الناس كلها تكلم عن الرقمنة. الرقمنة مهمة جدا. علاش؟ مشروع أساسي ضمن برنامج رئيس الجمهورية. علاش مهمة؟ لأنها تحدث الفعل الاقتصادي، لاكت ايكونوميك. لازم نلحق هذاك القطار بأي ثمن، بأي طريقة. لازم لولا نديروا هذه النقطة، نطوروا هذه النقطة، ولكن لازم نعرف حاجة، أنها هي وسيلة فقط، ماهيش غاية. سو ني با ان اوبجيكتيف سترا، يعني فينال، يعني سيت ان موايان، يعني سيت ان ميكانيزم باش نلحق ندخل في الاقتصاد الحالي، لانه تعتبر انها الثوره الرابعه في العالم. وحنايا للاسف بعض البلدان الافريقيه مشات علينا بكثير، سبقتنا. ولكن عمرنا ما رانا متاخرين. من ناحيه ميكانيزمات اخرى، لازم نطور الميدان المصرفي والبنكي تاعنا، لازم يتطور ويدير اليات جدد، اليات ماليه جدد، دي ميكانيزم فينانسي، دي انسترومون فينانسي جدد، ما همش اللي رانا نشتغلوا بهم الان. البيروقراطيه للاسف الشديد في الاداره نتاعنا بيروقراطيه ضخمه. كنا واحد الوقت مع لوندي مثلا، عندما نستقبل استثمار اجنبي عندنا لو غيشي يونيك، كان واحد الوقت ظرف 60 يوم كل شيء، الملف نتاع المستثمر يكون جاهز الى اخره، يبدا يشتغل. لازم نطور حاجه اخرى. انا شخصيا مانيش كثير نشجع الاستثمار الاجنبي المباشر، انا نشجع كثير لو جوينت فانشر، يعني الشراكه مع الشركات الجزائريه. لانه عندما الانسان يدير يده في الطبخه يتعلم يطبخ، اذا كان غير يشوف برك يجيب الاجنبي هو اللي يطبخ له، هو راه يشوف يطول باش يتعلم، لكن عندما يحط يده في الطبخه ويجيب شويه منه وشويه منه يتعلم يطبخ. فلازم جوينت فانشر، انا نشجع كثير الاستثمار، الشراكة في الاستثمار مع الشريك الجزائري. هل تتوقع زيادة في التبادلات التجارية بين دول إفريقية بعد دخول اتفاق حيز التنفيذ في الجانب المقبل؟ أكيد. إلى حتى هما الدول الإفريقية عندها نفس المشاكل كما إحنا، يعني تنسيق لي راجل لي مزور وكل القواعد والإجراءات إلى آخره الداخليه الوطنيه وحده، حتى احنا لازم نأقلموها مع
الإطار هذا الإفريقي. بالنسبة نحن لنا في الجزائر هناك خطط لزيادة الصادرات نحو البلدان الإفريقية، تم افتتحت الجزائر معبر حدودي بري لأول مرة مع موريتانيا لتصدير المنتجات الجزائرية إلى دول غرب إفريقيا، لكن تظل الجهود دائما محتشمة. ما الذي أعاق رفع التبادل عن مستوى 3%؟ كانت مبادرة مباركة صراحة جميلة، للأسف لازم التجارة طبيعتها أنها وقتية ظرفية، لازم نشوفوا الاستثمار في الخارج. مثلا موريتانيا، ليش ما نفكروش نديروا مصانع؟ ما يعني أوليو نمشوا نديروا نبيعوا ثلاث أيام لأربع أيام من بعد نعاودوا ندخلوا، كل مرة نديو 1500 ما نعرفش شحال من آلاف كيلومترات، والطريق قالوا لي ماهيش معبدة مليح، خاصة في موريتانيا. في الجزائر معبدة بصفة جيدة، لكن في موريتانيا قال لك الطريق مكسرة والناس ولات تحسب الثمن. حتى طريق العبر للصحراء الجزائري التزمت أو وفات بالتزاماتها، ولكن دول إفريقية الأخرى لا. طبعا ما عندهمش نفس الإمكانيات، ما عندهمش نفس الإمكانيات المالية والبشرية. أنا نظن أنه نفكروا في الاستثمار في إفريقيا أحسن، ناخذوا دي بارتيسيباسيون في شركة نطوروها، ولا نخلقوا شركة جديدة، ولا بهذا الصفة. ولازم دراسة قبل كل شيء، قبل ما نتحركوا لازم دراسات دقيقة. عن طريق الدبلوماسية في الخارج؟ لا، عن طريق الخبراء الاقتصاديين في الجزائر، وكاينين ما شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد نذير مراح، رئيس القسم التجاري السابق للاتحاد الإفريقي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات. شكرا لكم مستمعينا، ابقوا في البرامج الأولى، إلى اللقاء.